مطعم مشويات هكلمه بصوت الريس وربنا يستر. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، مطعم بلانا والشيفة مع حضرتك، أمرني. لو سمحت كنت عايز اعمل اوردر. اتفضل يا فندم، تحت أمرك. اديني كده بس، قول لي بتبيعوا ايه بس كده الاكل عندكم. وحضرتك احنا محل شرقي مشويات وكده يعني، عندك فراخ مشوية صحيح صحيح. وكباب وكفتة شوف وفراخ شو لحم شو شوف انا عايز اقول لك على حاجة. اتفضل يا فندم. صحيح. شوف، انا بقالي 20 سنة بطلب فراخ شيش، تمام يا فندم. لكن خليني بقى اقول لك المرة دي ان انا هغير، مش هاكل فراخ شيش. تحت أمرك يا فندم. خليني بقى اطلب فراخ شواية. صحيح، تحت أمرك يا فندم. فراخ شوايه وإيه تاني فراخ حضرتك؟ شواية و استنى بس استنى، يعني بنفكر. اصلا انا ال ال بتفكر يا فندم ال في أكل يعني، في رز حضرتك برضو لو أنت عايز. ثواني يا فندم، ثواني يا فندم. انا بعمل الاوردر ده مش ليا لوحدي. انا بعمل الاوردر ده لكل المصريين، والله العظيم. صحيح، انا بكلمك بجد. معاك يا فندم. انت بتضحك على ايه يا حبيبي؟ انا باكل فراخ شوايه. تمام يا فندم. صحيح. وحضرتك يعني انت ما جربتش تاكل الا فراخ شوايه بس؟ لا، انا كنت باكل شيش، لكن المره دي انا اكل شوايه. طب وهي الاكله المفضله لحضرتك الأكلة في المشويات المفضلة عموما ليا يعني؟ العدس، الأكلة بتاعت كل المصريين. وبعدين خلي بالك إن الشتا جاية، ودي هتكون الأكلة بتاعت كل المصريين. هو العدس بيتشوى يا فندم ولا انا ما لا اعرفش يا بس انا فندم، لا يا اكلته ف... لا الكوز. حضرتك يا فندم بتقول لي الأكلة المفضلة. الاكله المفضله؟ ايوه. عايزك تركز معايا يا فندم. مع حضرتك. لا مع حضرتك. أنا بقى محمل برسالة، مش من المصريين ولا من حد. لا والله، لا والله، أنا ولا يا محمل فندم برسالة. حضرتك ثانية محمل واحدة يا فندم، برسالة. ثانية واحدة يا فندم. أنا تمام. محمل برسالة من مصر. مصر بلدنا قالت لي بلغ الرسالة ديت لكل المصريين. اسمح لي إن أنا أؤكد عليك تاني، وحضرتك مصر بتقول لكم كلكم والله العظيم بنحبكم. بتقول لمين؟ لكل المصريين. دي مش لحظة مكانة واحدة ولا بس يا حضارة فندم، مصر. بعد لحظة واحدة بس بعد إذنك. اتفضل يا فندم، اتفضل. وحضرتك هكون اللي ببالي. لا يا فندم، لا لا يا فندم، مش اللي في بالك يا فندم. لا ازاي بس ده هو الأوردر. خليني بس اطلب الاوردر. طب لحظة واحدة بعد إذنك يا فندم، هو حضرتك عايز الأوردر ده لكل المصريين؟ لكل المصريين. صحيح صحيح. طب لحظة واحدة يا فندم، بعد إذنك يا محمد اتفضل يا اكتب فندم. عندك، نزل من عربية البصل 16 كرتون البصل، كرتون البصل يا متخلف. واكتب ثواني، الواد بيضحك، الواد بيضحك. ده المطعم كله بيضحك. ثواني افتح بقى، انا بقفل الصوت عشان بس الناس تقول لي بتتكلم ازاي. بقفل الصوت وبعدين بفتحه تاني. انت يا ابني أمرك يا فندم. تحت رحت فين يا حبيبي؟ رحت فين؟ معلش يا فندم، بس كنت بنزل 16 كرتون انا عايز البصل اقول لك عشان على حاجه. السلطات شو والحاجات السلطات يعني انت فاهم. ماشي. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم. انا بس عايز اقول لك على حاجه، تحت أمرك. عشان الناس اللي بتتكلم وتقول لك مش عارف ايه والكلام ده. احنا كنا كده وبقينا كده، وعشان طب كده عملنا والله كده، العظيم صوته وبالرغم صوته. من كده عملنا كده. ثانية واحدة يا فندم. صح، اتفضل احنا كنا كده وعملنا ايه؟ كده. وبقينا كده
وبالرغم من كده عملنا ايه؟ لا، بقينا كده بقينا برضو. كده. صحيح صحيح. انت اسمك ايه؟ أنا اسمي محمود، محمود ايه يا فندم؟ محمود علي. شغال في المطعم ده كاشير بقالك قد ايه؟ يعني بقالي بالظبط كده حوالي 7 سنين. اتفرجت على فيلم طباخ الريس؟ اه يا فندم، حافظه. ايه رأيك في الفيلم ده؟ ايه رأيك في فيلم الريس؟ تمام، ايه رأيك في الريس؟ راجل محترم. راجل محترم. صحيح صحيح، دي كلنا بنحبه، وجهة نظر حقيقية يا فندم، كلنا بنحبه والله. واحنا ده كمان بنحبكم، يعني نجدنا يا فندم، نجدنا. واحنا كمان بنحبكم والله لا فندم، هتطلع اللفة دي. والله العظيم. انا بقول سيبك من اللي في بالك ولا مش في بالك دلوقتي فندم ما هو صوته يعني، يا معلش حبيب يعني. قلبي. انا راجل، معلش، انا بسمع برضو وبفكر وعندي احساس برضو. إيه، انت عايز تقول ايه؟ اه حضرتك، يعني اتفضل حضرتك يا فندم، انا بسمع كل الاراء واللي في دماغي بعمله، تمام يا فندم. بسمع كل والله هي الاراء. البلد دي ماشية، بص، ببركة ربنا. ماشية، كلنا ماشيين ببركة ربنا، مفيش دولة ماشية من غير بركة ربنا. ربنا بيحط كل حاجة في الوقت المناسب. صحيح صحيح، صح ولا لا؟ صح يا فندم، صح. يبقى احنا نصبر ولا ما نصبرش؟ لا نصبر نصبر نصبر. نصبر. سيبوني بس لحد 2030، وانتوا هتشوفوا دولة غير الدولة، والله هو قسما بالله اللي هيقرب لها هنشيله من على وش الأرض نقشيله يا من فوق فندم. وش حضرتك الأرض. هنشيله، و و هنشيله و خالص. يعني الناس اللي بتتكلم على الشهداء والكلام ده، تصدق وتأمن بإيه؟ لا إله إلا الله، يا ريتني أشهد. كنت أنا يا أخي، والله يا ريتني كنت أنا، والله يا ريتني كنت أنا. كلنا نفديها يا فندم، كلنا كلنا والله بروحنا. كلنا صحيح، لأن الدولة مش هتقوم غير بشعبها وجيشها، صح ولا لأ؟ الحمد لله، الحمد صح ولا لأ؟ لله، أنت الحمد لله. احنا اتكلمنا في مشاكل الدولة، وسيبنا سيبنا الاوردر. الشيش طاووق الشعب جعان يا فندم، لازم ياكل، صح هو ولا لا؟ أول حاجة يا فندم، عشان تبقى فاهم، أهم حاجة في الدنيا دي كلها الأكل. اهم وأنت الحمد حاجة لله الاكل. طالما صحيح مهتم برضو بصحتك وكده، صحيح صحيح أنا نفسي بس أوجب معاك، صحيح. شوف، نفسي أوجب معاك يا انا فندم. عايز اكل، واكلني انت، شوف انت هتديني اكل ايه يعني. والله أنا عندك بصراحة يعني، أنا اتفضل، في شوية فراخ بتقول شوية لسه فراخ لسه للريس يا امبارح كلها. متخلف. بس يا فندم بقول لك ايه، اتفضل يا حبيبي. فراخ هتعجبك قوي، ومش هتاكل من عند حد الا من عندنا يا فندم، مطعم صحيح بالهنا صحيح، والشيف يا فندم. انا لسه شايف، كنت معدي كده ايه وشفت اليافطة، مطعم بالهنا والشفا، قلت لازم اجرب الاكل. لا يا صحيح فندم، الحمد لله المطعم بتاعنا يعني والله مسمع الحمد لله، واكلنا نظيف والناس صحيح كلها بتشكر صحيح. فيه الحمد لله. انا سألت السواق، قال لي كده برضه. سمعته سبقها يا فندم. طبعا يا فندم، طبعا يا فندم، كل المطاعم المصرية، كل الاكل المصري، صح ولا لا؟ صح يا فندم، بس هي عامة في الأول وفي الآخر بتفرق برضو، يعني بتقف برضو على نفس الشيف اللي بيعمل الأكل. يا فندم صحيح تمام يا فندم، صحيح فالحمد لله، احنا الحمد لله يعني مطعم سمعته سبقاه. صحيح صحيح. الاوردر بقى يا فندم، الاوردر. يعني اتفضل احنا يا فندم. اتكلمنا وسيبنا الاوردر، لو سمحت والنبي، بس كنت عايز نص كيلو فراخ شيش، نص كيلو بس يا فندم، مش هيعمل نص مع شيش، حضرتك حاجة. نص انت شيش ده. يعني بتقول لا الاوردر للمصريين، يا امال ايه فندم، الاوردر يا بيه للمصريين؟ ثواني، ده لكل المصريين، لكل مصري نص. تمام، في ايه يا فندم؟ احنا عندنا كده بسم الله ما شاء الله. احنا كام مليون يا فندم حضرتك، 100 دلوقتي ولا 105؟ احنا 105 مليون، هناكل النص ده، 105 مليون. هناكله كلنا والله العظيم. صحيح، انت فاكر ان انا بهزر معاك، صح؟ لا لا إلا الله، احنا ده مش هو بنهزر، صوته يا فندم. يعني انا لا احنا بنهزر. احنا بنهزر يا محمود. بتهزر ايه يا عم؟ انت
مين انت؟ يا ابني انا واحد يا ابني، انت الرئيس هيكلمك ويطلب منك اوردر. والله العظيم ثلاثة انا صدقت. صدقته بتقول له عندنا شوية فراخ انت بتبيع الواحد في الشارع يا ابني. انا مش عارف اقول لك الصراحة، انا اتلجلجت اصلا يعني، مش عارف، انا مش عارف اقول لك انت ايه. نسيت انك واقف في مطعم اصلا. انا حضرتك كان فاضل لي شويه وامضي عقد المطعم. صحيح صحيح. لا لا بس والله انا صدقت، فكرت هو والله. بس ايه رأيك؟ لا لا بس احنا بس عايزين نقول للناس ان احنا ايه بنهزر عشان ما نروحش في داهية. وانت قول مين بقى حضرتك بقى؟ اكتب على اليوتيوب محسن سعد وهتشوف الفيديو ده ينزل قريب. محسن سعد. والله عظيم، اه والله عظيم انت محسن سعد. والله العظيم انا محسن، تعرفني ولا ايه؟ يا عم انا بتابعك على طول. ايش انت اللي بتقعد في العربية؟ ايوه بس انا المره دي بقى قاعد في البيت. بص فرصة انا عيش المره دي ايه، انت فرصة طبعا انت عيش. متابعني بتشوف مقالب بصوت مرتضى منصور والكلام ده، بس عمرك ما شفت مقلب بالطريقه دي صح؟ لا والله انا انا كنت عمري ما بشوف عملت مقالب مقلب بالطريقة دي، بصوت بس انا الريس صدقت خالص. فعلا. انا يا عم ماشي، انا بكلمك تاني بعد الفيديو عشان الفيديو مدته طويله قوي. ماشي يا باشا، بص اهم حاجه انك تعمل مفاجاه، يعني طلع متابعني لو كلمته انا بمرتضى منصور كان ممكن يعرف الموضوع، او مدحت شلبي او محمد رمضان، انما فكره ان انا اكلمه بصوت الريس دي حاجه جديده جدا ما حدش عملها قبل كده، يمكن في ناس عملتها بس انا ما عملتهاش قبل كده عشان الناس اللي بتتابعني ما تكونش عارفه. اتمنى جدا يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك الفيديو هتشترك في القناه، لو انت على اليوتيوب هتعمل سبسكرايب اللي هو اشتراك، وهتعمل لايك للفيديو، ده اهم حاجه، اللايك بتاعك بيفرق جدا، يعني احنا لو 8 عاملين لايك وانت عملت لايك هيزيدوا واحد يبقوا 9، الواحد اللي زاد ده هو انت. شوف اهميتك في المجتمع، ولو على الفيسبوك اعمل متابعه ولايك للبيج، وان شاء الله باذن الله نعمل لكم فيديوهات حلوه جدا في الفتره اللي جايه. كلمه اخيره للناس اللي هتقعد تقول يا ابني وهتودي نفسك في داهيه والكلام ده، يا جماعه احنا بنهزر، مش قصدي اساءه لاي شخصيه انا بقلدها، معنى كده ان انا لو بقلد الريس يبقى انا في كده اهانه او حاجه؟ لا اكيد طبعا، انا لو ما بحبش الشخصيه اللي انا بقلدها مش هقلدها، يعني انا لو بكره شخصيه مثلا، لو بكره كابتن مدحت شلبي هقلده ليه؟ انا بكرهه هقلده ليه؟ فكل الناس اللي انا بقلدها دي حبا في الناس دي بس، انا مش بعمل ضرر، وبفهم الناس في الاخر ان ده مقلب، فكل على عينك يا تاجر كله، هو عشان بس ايه محدش يقول لي هتروح في داهيه والكلام ده، انا لو ما بحبش الريس مش هقلده بس. على كده اشوفكم على خير في فيديو جديد، سلام.